نتحدث في هذا اليوم عن أحكام فقهية مختصرة عن التيمم بأدلتها الشرعية. أولاً، التيمم خصيصة لهذه الأمة، لأن الأمم السابقة ليس التيمم مشروعاً لها فلا تصلي بالتيمم، وكذلك لا يحق لها إذا حضرت الصلاة، لأن هناك صلاة موجودة في الأمم السابقة كما دل على ذلك القرآن والسنة، منها قوله عز وجل عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، فإنه متى ما حضرت الصلاة عندهم فإنهم لا يصلونها إلا في البيع وفي الكنائس وليس في كل مكان، لكن هذه الأمة لها هذه الخصيصة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي، من ضمنها: وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً.